حريص اني ما ازجش بعيلتي ولا اهلي. ليه؟ لان اتعلمت من المرحوم ابويا رحمه الله عليه السلم والسلامه واحترام الناس والتواضع. الشيخ زيدان مرسي اللي بيسب عيلته مرتضى منصور كان لما يشوف حد زي مرتضى منصور كان يجيبه يعلقه في الفلكه، كان يجيبه يعلقه من رجليه. اقول تاني، الشيخ زيدان مرسي ابويا كان لما يلاقي في حد مارق وخارج عن القانون وبيشتم الناس ليل ونهار زي كده وبيوقع العائلات في بعضيها كان يجيبه يعلقه من رجليها. فالنهارده انت سبيت اهل الشورانيه، وانا قلت لك وبقولها للمره المليون، انا لم استقوى باهلي ولم ادخلهم في اي خلاف بيني ما بينك. انت شتمتهم من طريق ونص، وبرد على اي حد. انا راجل محترم وبعرف قيمة عيلتي وناسي في الشورانية وفي المراغة، وأهلي سواء أعمامي أو أخوالي أو نسيبي أو كل العائلات اللي بتربطنا بيها صلة قرابة واحترام. أنا لم أزج بأحد، ولكن مرتضى اللي شتم الناس دون أن أشتم أهله أو ناسه، وشتمهم من طريق نص. بس أنا عايز أسأله سؤال، هو أنت طلعت زي الفار زي الأرنب امبارح، طلعت زي الأرنب تعتذر للناس ليه؟ الناس اللي كلمتني وترجتني ان انا اهدى وما صعدش الموضوع وهدي اهلي وناسي، كلموني ليه؟ قالوا لي انك انت راجل فتنه وانك انت راجل فاقد صوابك وبتوقع بين العائلات وما بتعرفش بتقول ايه. فنرجوك يا اخ عبد الناصر، انت راجل عاقل ومحترم وتعرف قيمه المسؤوليه، هدي الناس، لان في النهايه احنا في دوله قانون. خرجت في فيديو وهديت الناس باحترام وقلت هناخد حقنا بالقانون. سؤالي ليك قدام الملايين اللي بتتفرج، طلعت ليه زي الفار والارنب تعتذر امبارح يا مرتضى؟ ومين اللي اجبرك انك تعمل كده؟ ومين اللي شدك ونفخك وقال لك احترم نفسك واطلع اعتذر للناس؟ لو راجل اطلع قول، تطلع امبارح زي الارنب خايف انا بعتذر، انا كنت بقصده هو ما اقصدش ناسه، وناسي مش هيتخلوا عني، وانا وناسي واحد، وانا فدا ناسي، وما كنتش عايز اوصل لهذا المربع معاك. انا اعرف ادافع عن نفسي كويس، ما دخلتش عيلتي وناسي واهلي وبلدي في خلاف مع مرتضى منصور من 4 سنين علشان انا اعرف ارد كويس. انا راجل محترم بتبع تعاليم الدين والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونصايح شيوخ الكبار وأصدقاء المحترمين. لا أرد الشتم بالشتم ولا السب بالسب ولا الإهانة بالإهانة، ولكن أهلي وعيلتي وناسي أقل جزمة فيهم بأي حد ممكن يهينهم، لأنه ياخد 100 جزمة على دماغه ودماغ أهله وناسه. ومرتضى منصور غلط، وبقولها للمرة المليون، ليه طلعت أرنب تعتذر امبارح؟ الحلقة عملت لك ايه؟ ومين اللي كلمك وقال لك اعتذر؟ وطلعت زي الفار المذعور خايف ومرعوب بعد ما عرفت انك غلطت في أسيادك، بعد ما عرفت انك غلطت في ناس من أفضل الناس اللي ممكن يشوفهم أي إنسان على مستوى العالم كله. أهل الشورانية نجع نجع وبيت بيت وهارة هارة. أنا بعتذر لهم للمرة المليون والناس اللي كلمتني، أنا لم أقحم أحد في مشاكل وما جبت السيرة حد بمكروه. مرتضى منصور شتم الناس دون وجه حق. أما بالنسبة لصديقي العزيز المحترم النائب محمد إسماعيل رئيس قناة الحدث اليوم، فأعتقد أن النهاردة الدوار بتاع أبناء الشورانية مفتوح في بولاء لكل الشباب على كان يكون لهم موقف مع النايب محمد إسماعيل. أنا بلغتهم بما يرضي الله إن النايب محمد إسماعيل مشكورا بعد ما كلمني المعالي المستشار نزيه مسعود ابن زغلتا المحترم وابن الكتكاتة وابن الحاجر، الرجل المحترم الأصيل نسيبه شريك النايب محمد إسماعيل، وشاف الفيديو وقال انتوا اهلي قبل ما نكون منكم، وقال لي احنا كلنا كتكاته وعواميه وسجلتة وحاجر وراينا شرق وغرب،
كلنا ولاد عم ونسايب وجرايب، ولا يمكن ان احنا نسكت على الاهانه. واتصل بيا مشكور وقال لي مرتضى منصور هيعتذر النهارده، والنايب محمد اسماعيل ما كانش يعرف، ولما عرف ما سكتش، بس اكنب امين وانا لسه طالع من صلاه الجمعه. ولكن هذا لا يرضينا يا سياده النايب، احنا تهنا على قناتك واهلنا اتشتمت، وكل قبائلنا وشبابنا البلاء ليهم موقف. اللي ما كانش يبقى ليك موقف من مرتضى منصور وطرده من قناه الحدث اليوم، الناس ليها موقف معاك في الانتخابات. ولكن انا بسجل انك انت كنت راجل نبيل لما اجبرته انت واخرين انه يطلع زي الفار يعتذر، عشان ابقى بقول اللي ليا واللي عليا. ودار السلام اهلنا وحبايبنا واي حد قذر بيؤيد مرتضى منصور وبيدخل علينا على الفيديو ده ملهوش مننا غير ان يطرد برانا. خلاص ما عادش سكات، احنا دلوقتي لا بنتكلم على زمالك ولا بنتكلم على حاجه. ولكن ارجوكم ارجوكم، احنا بنعرف نرد اعتبارنا بالقانون، وبنعرف نرد اعتبارنا بالطرق المش شرعيه، ولينا اتصالاتنا مع مسؤولين في الدوله، ونحترم الدوله، والدوله تبادلنا احترام باحترام. والنهارده كلمنا مجموعه محامين، اكتر من 15 محامي، سواء من اصدقائنا او من بلدياتنا، لتحريك دعاوى قضائية باسم كل أبناء الشورانية ضد مرتضى منصور وضد قناة الحدث اليوم. ولكن بقول للمرة التانية في حاجتين حصلوا، اسألوا بقى حصلوا ليه، عشان تعرفوا يا أهل الشورانية حقكم جزاي. طلع زي الفار يعتذر امبارح ليه، ومين اللي شال الفيديو ومسحه من على اليوتيوب؟ خلي بالك احنا عندنا الماستر، سجلناه لان احنا فاهمين الحركات دي اللي هنتقدم بيه للنيابة. عندنا الماستر الرئيسي اللي هنتقدم بيه للنيابة، ولو أي حد محتاج الماستر موجود ونبعته لأي حد. وأنا لسه دلوقتي متصلين بيا أهالينا أبناء الشورانية كلها ببلاء، وفاتحين الدوار، وإن شاء الله بإذن الله أطمن على أمي وأتحرك أروح لهم في بلاء إن شاء الله بإذن الله، ربنا يمنع الموانئ. بس انا بقول لهم لو ما قدرتش اجي هيبقى امي الظروف الصحيه بتاعتها مش كويسه، ولكن هحاول بكل قوه ان انا اروح واتواجد. احنا لسنا اقل من اي عائله في البلد، ولسنا اقل من اي بيت، ولكن احنا بنستقوى بالله اولا وكل الناس اهلنا وناسنا. انا مش عايز اكرر ده كتير عشان ما حدش يفكر ان انا بقحم اهلي وناسي او بلدي في المراغف مشاكل. انا مش بتاع مشاكل، ولا انا صاحب هذا الاسلوب الرخيص، ولا محتاج استعطاف من حد، ولكن جزم اهلي وناسي كلها فوق دماغي، ما ينفعش يتهانوا واسكت. احنا ما بنتجرش بمواقف يا مرتضى يا منصور، والقضيه والخلاف اللي بيني ما بينك اصبح قضيه راي عام امام مصر كلها. نادي الزمالك بعيد عنه، لان نادي الزمالك بريء من لسانك وسبك وشتمك في العائلات وفي الناس. احنا ما عندناش بهائي في الشورانية، ولما ظهر واحد اتحرق بيته، عشان تبقى فاهم، لما في واحد ظهر ينتمي الى البهائيين اطرد من البلد واتحرق بيته، وجات قوات امن تسد عين الشمس. يا مرتضى يا منصور، تنا عم الشيخ عبد الحفيظ مرسي زدان رحمه الله عليه، وابويا ازدان مرسي زدان، وعمي محمود مرسي زدان، وعم سعد مرسي زدان، كانوا يجيبوا من الشورانية سلاح عشان هدوان السر ونقضي على التار يحارب إسرائيل. كانوا بيمشوا بالسلم والخير بين الناس مع عم الشيخ هاشم عثمان وكل إمامنا كلهم، وعم الشيخ عبد الهادي لو تفتكروا، وعم الشيخ فتيحة، كانوا كلهم مع بعضيهم. اي بيت في سلاح بيجيبوه يسلموه للشرطه على كان خاطر هدوان السر في البلد. كان السلاح اللي بيطلع من اللي عندهم 15 سنه يحارب اسرائيل يا مرتضى يا منصور. انا بعرفك ان الناس دي قد ايه مسالمه، والناس دي قد ايه محترمه، والناس قد ايه متدينه وبتراعي ربنا. الشورانيه بلد ال100 مأذنه والتلات كنايس.